خلال فترة تواجده في إنبي فجأة كده جون أبوكا سمعنا اسمه إن هو ضمن ترشيحات نادي الزمالك مع باتشيكو حينما كان مدير فني نادي الزمالك. يعني الناس كلها فجأة جون أبوكا اسمه طلع. هل إزاي بقى كان المفاوضات ولا إيه اللي حصل ساعتها؟ وليه المفاوضات ما تمتش أصلا؟ هو وقتها كان وقت اللجنة المعقدة كان في نادي الزمالك، وكان وقتها نادي الزمالك محتاج فرويد. تمام. فمستر باتشيكو حط بالترتيب 5 مهاجمين. حلو. للجنة كان رقم 1 جون على ما أتذكر، وكان كان في باسم مرسي متهيألي باسم برضو، كان في بعض المهاجمين يعني تواصلوا مع نادي إنبي ونادي الزمالك دخل بقوة. بس في الوقت ده كان نادي إنبي موقفه مش أحسن حاجة في الدوري، والكابتن حلمي كان مصر إن جون يكمل. كان هو الكابتن حلمي اللي أصر إن جون يكمل. طب كان الزمالك عرض كام أو إنبي طلب كام؟ والله الأمور المالية دي يعني ما وصلنا لهاش. لما نادي الزمالك خدوا رأي فهم رجعوا له، فلما الكابتن حلمي قفل الباب ورفض في الوقت ده قال لهم ممكن من الصيف، لكن في الوقت ده كان صعب. جون أبوكا بعدها تألق بقى اسم جون أبوكا، خلاص كله بيركز عليه. جاء ساعتها في مفاوضات اللي هو خلاص كان رايح النادي المصري، فجأة لقيناه رايح سيراميكا كليوباترا. وإيه اللي حصل؟ فعلا حقيقة ما مفاوضات المصري كان بيقودها مستر كامل أبو علي وسيادة النائب ياسر يحيى. ابتدى الموضوع ورحنا وتمت جلسة بيني وبين مستر كامل أبو علي ومستر ياسر يحيى والكابتن أنور شلوفة، وكان شبه كل حاجة منتهية. تمام. لكن كان نادي إنبي ليه متطلبات. إيه هي بقى المتطلبات؟ نادي إنبي عشان كان يفرط في جون أبوك كان محتاج مهاجم. طب هو كان نادي إنبي طالب كام أصلا كفلوس؟ كان فعلا 22 مليون؟ لا هي كانت 20 مليون. تمام. ولعيب. ولعيب. يعني هو كان عايز، هو ساعتها كان عايز أوستن أموتو. آه. تمام، يعني هو كان عايز 20 مليون وأوستن أموتو. المصري وافق على الطلبات؟ المصري وافق. تمام. لكن النقطة الفارقة في الموضوع إن أوستن أموتو تمام كان ليه طلبات مالية ما تتوافقش مع نادي إنبي. يعني اللي عطل الصفقة هي طلبات اللي هو الراتب الشخصي لأوستن أموتو. الراتب لأوستن أموتو. تمام. فجأة إنها راح بقى سيراميكا كليوباترا. في الوقت بس الصفقة دي يعني تعتبر كان بالنسبة للنادي بخلاف الأهلي والزمالك أو بيراميدز كانت تعتبر أكبر صفقة لسيراميكا من يوم ما موجود في الدوري بالنسبة للفلوس واللعيبة. إزاي مشيت الصفقة وإيه اللي حصل بالظبط؟ بص هو الأول بس عشان أكمل موضوع المصري، اللي غير مسار الصفقة في الوقت اللي هو أوستن أموتو رافض فيه السالري بتاع نادي إنبي والمرتب، كان مستر كامل أبو علي مش في مصر. حاولنا نتواصل مع الناس المقربين منه، حاولوا يتواصلوا مع محدش عارف يوصل له. حلو. فالناس في نادي إنبي كانوا مضغوطين وعليهم ضغط لأن كان جون دي آخر سنة. ده حقيقة. فكان في يناير يحق له التوقيع لأي نادي. في الوقت ده بقى ظهر عرض سيراميكا من خلال الكابتن أحمد سامي. كابتن أحمد سامي هو اللي أصر إن هو عايز الكابتن أحمد سامي بالتنسيق مع مستر طارق أبو العينين المشرف العام على الكورة في سيراميكا وقتها، نسقوا مع بعض مستر طارق كلمني والكابتن أحمد وبدأت بقى المفاوضات. تمام. الصفقة بقى تمت بكام ساعتها؟ برضه ب 20 وشفنا 20 ولاعيبة، لا 23 من لعيبة، وطبعا في لعيبة جت من إنبي راحت سيراميكا. هي الأرقام بالظبط أنا مش متذكرها دلوقتي، بس هي الصفقة كان يعني 17 ل 20. تمام. بخلاف أحمد أمينوف. أحمد أمينوف اللي هو اللي راح المهاجم. تمام. مهاجم. كان في لعيبة برضه من سيراميكا تقريبا راحت إنبي برضه تاني. لا لا لا، كان في جوزيف أتولي مسؤولين نادي إنبي يعني رؤيتهم الفنية كان إن هم مش هيحتاجوك. مش محتاجين يعني. فبعد ما الصفقة ما خلصت هم تنازلوا عن اللاعب وأخذوا. هل إنبي ليه فلوس أو حاجة في الصفقة دي؟ بدل اللاعب ده مش موجود أو طلب لعيبة تانية؟ لا 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 لا. خلال بقى فترة الانتقالات خلاص في يناير الماضي خلاص جون أبوكا الناس قالت راح سيراميكا تألق، وخلاص بدأ الزمالك ان جون أبوكا خلاص في الزمالك. الكابتن احمد سامي طلع بعد مباراه لسيراميكا قال بنسبه 99% خلاص جون أبوكا في الزمالك. فجاه جون أبوكا وانا راح الزمالك فجاه نف في الدوري الليبي. ايه اللي حصل بالظبط
وفي الفترة دي كان في كلام برضو ان الاهلي عايز جون انوكو. بالظبط بقى اللي حصل هنا ممكن تحكوا لنا. بص، في الفترة دي كان الاهلي والزمالك يعني بيدوروا في كل ناحية على مهاجم، في كل منطقة في العالم على مهاجم. حلو. فكان دايما لما بتحصل يعني في ديل بيتعطل او بيقف، كان دايما جون ايبوكا هو اللي بيبقى، يعني كان دايما اللي هو رقم اثنين. رقم اثنين، الخيار رقم اثنين. لو انا ما قدرتش اجيب اجنبي يبقى هو خلاص جون ايبوكا ممكن. لو ما قدرتش اجيب مهاجم من بره مصر اللي انا حاطه او المدير الفني في النادي حاطه اوبشن واحد، يبقى الاوبشن الثاني بالنسبه لي جون ايبوكا، لعيب بيلعب قدامي في الدوري، لعيب متالق بقاله 3 سنين. فكان هو ده يعني الخطوه بتاعت الانديه. تمام. الاهلي والزمالك، ايه اللي حصل بقى؟ ليه ما تمتش الصفقه للزمالك او للاهلي؟ ايه اللي حصل؟ بص، هو هناخد الاول مفاوضات الاهلي. مفاوضات الاهلي وقفت لفين او ايه اللي حصل؟ بص، مفاوضات الاهلي انا يعني ما اتكلمتش مع حد في مسؤولين النادي الاهلي. هو كان مكالمه مع حد في مسؤولين سيراميكا، مع مسؤول من النادي الاهلي، اتكلموا معاه ان هم في طريقهم للتعاقد مع مهاجم برازيلي. حلو. ففي اخر يومين بالظبط صفقه اللاعب البرازيلي ده اتعطلت، اللي هو تقريبا كان سوزا، مش عارف هو مين بالظبط، بس هو كان في النادي الاهلي كان بيخلص مهاجم برازيلي في وقتها. تمام. ولما الموضوع كان يعقوبه اللي كان الاول كان عبد العزيز يعقوبه، وطبعا كل الناس عارفه يعني قصه الكشف الطبي وكده. الاهلي بعد كده خد طريق تاني، اللاعب البرازيلي ده لما لاعب البرازيلي ده موضوعه ما تمش فكروا جون ايبوكا. طيب، بس ما فيش حاجه رسميه وصلت ما بينك وبين مسؤولين النادي الاهلي او قعدت جلسه او اي حاجه؟ لا لا. طب الزمالك بقى، عشان احنا عارفين ان الزمالك المفروض انت قعدت مع الزمالك، وغالبا اللاعب كان وقع على نادي الزمالك. بص، وفعلا اللاعب قعد مع نادي الزمالك وانا كنت موجود في القعده دي. تمام. لكن ما حصلش توقيع، كان اتفاق، كل التفاصيل اتفقنا عليها. وكان يعني اللي كان ناقص في الموضوع ان الزمالك يخلص مع سيراميكا. تمام. فعلا حصلت جلسة او جلستين بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي سيراميكا كليوباترا. تمام. وفي احد الجلسات يعني كان شبه الموضوع خلص. تمام. طب هل فعلا في الجلسات دي، مع ان احنا طبعا عارفين ان انت مقرب جدا لكابتن احمد سامي، هل الكابتن احمد سامي رفض ان هو يتعاقد مع سيف الجزيرة من الزمالك؟ لا. يعني اتحط اسمه في الصفقة؟ لا لا لا. كل طلبات الكابتن احمد سامي كان في الوقت ده 2 لعيبة من نادي الزمالك بيلعبوا في نص الملعب. تمام. ومبلغ مالي كان كام بقى؟ واحد معار اللي هو حمدي علاء البنك الاهلي، وواحد كان بيلعب في نادي الزمالك. طيب الكابتن احمد سامي اعلن ان الصفقه خلصت، ايه اللي حصل بقى؟ يعني ليه ما تمتش الصفقه؟ بص، المرحله الاخيره دي انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، شبه الموضوع كان في وقت معين كان بيخلص. تمام. لكن بقى مسؤولي سيراميكا كانوا دافعين رقم، فكانوا عايزين يحققوا ربح مع الرقم ده. تمام. مسؤول الزمالك كان اظن ان كان في ازمه يعني ماليا، ما كانش الموضوع متوافق معاه. تمام. طيب جون ايبوكا نفسه كان في طلع كلام جون ايبوكا مش عايز يروح الزمالك، ده عايز يروح الاهلي، هل الكلام ده صح ولا ايه؟ ولا اللاعب نفسه كانت رغبته ايه؟ جون ايبوكا لعيب محترف، وفي الاخر اهلي او زمالك دول اكبر ناديين في افريقيا. حلو. فاي نادي فيهم جون ايبوكا هيرحب طبعا، مش هيقول لا. تمام. بدليل ان هو لما النادي الاهلي اتكلم هو ما كانش عنده مانع، النادي الزمالك اتكلم ما كانش عنده مانع. بس هل اللاعب بيكون معاك مثلا انت وتتكلم معاه، هل انت بتقول له انت عايز تروح هنا او هنا، ولا ده ما بيبقاش موجود؟ هو في زي ما قلت لك يا حامد، دول اكبر ناديين في افريقيا والشرق الاوسط. طب انا فاهم، بس انا بتكلم في كونسبت اللاعب نفسه، هل اللاعب بيبقى مثلا شايف نفسه ان هو يكون في الفريق ده هيكون فيه افاده او هيلعب اساسي، وان هو بيبقى بالنسبه له الموضوع انا في اهلي وزمالك فمش فارقه معايا النادي اللي هيخلص مع النادي، إدارة النادي اللي أنا موجود فيها؟ هي دي بتبقى الفيصل في الموضوع. صدقني، أهلي أو زمالك اللاعب مش هيبقى عنده أي مانع. تمام. هي في الآخر الفيصل في الموضوع.